مع هذه الأجواء الباردة يواصل أبناء الكويت في مختلف الجهات متابعة تطبيق الإشراطات الصحية، في مقدمتها أكيد اليوم فرق بلدية الكويت لهم منا كل تحية وتقدير. أكيد هذه الفرق فرق البلدية تواصل تنفيذ جولات الميدانية الصباحية بجميع المحافظات بالكويت عندنا للتأكد من التزام المحلات وكذلك المجمعات التجارية بتطبيق الإشراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. نتعرف أكثر على هذه الجهود معنا مراسل تلفزيون دولة الكويت رائد الشمري من مجمع 360. رائد صبحك الله بالخير، يا ريت لو تعطينا فكرة على اللي قاعدين يسوونه رجال البلدية، لهم جزيل الشكر، لك أنت أيضا جزيل الشكر على وجودكم في هذه الأجواء الباردة. طلعنا على ما لديك رائد. صباح الخير مها، صباح الخير لزميل منصور، صباح جميل لمشاهدي برنامج العالم. هذا الصباح نقول التعديل شوية، احنا في مجمع 13 اللي على الشريط الساحلي مع الأجواء الجميلة والرائعة صراحة. اليوم لله الحمد الجو بديع صراحة، والأجمل يكون دائما مع هذه الجهود التي تبذل من قبل فرق بلدية الكويت الميدانية اللي تواصل في كافة محافظات البلاد تطبيق الاشتراطات الصحية ومتابعتها هذا التطبيق من خلال إجراءات وأيضا إجراءات احترازية تتبع في جميع المحلات والمحلات التجارية. منذ بداية الجائحة وليومنا هذا الفرق بلدية الكويت تعمل بجد وعلى مدار الساعة بتكثيف جولاتها لتطبيق هذه الإشراطات الصحية، من الحرص على ارتداء الكمام داخل المحلات والمجمعات التجارية، التباعد، وأيضا تطبيق كافة هذه الإجراءات لصحة وسلامة مرتدي هذه المجمعات. اليوم تواجدنا في احد هذه المجمعات في على الشريط الساحلي مجمع 13، يعني نشاهد نتابع ايضا الفريق الميداني لبلديه الكويت التابع لمبارك الكبير يكثف جولاته في مختلف هذه المجمعات المتفرقه حتى يصل اكبر قدر ممكن للتجمعات نقول الحاضره من قبل المواطنين والمقيمين على هذه المجمعات. لتعرف اكثر على الاشراطات الصحيه وطبيعه العمل بالنسبه لفرق بلديه الكويت يسعدني ان يكون بجانبي عبد الله الفارس مشرف النوبة جيم طوارئ بلدية مبارك الكبير. قواكم الله، الدور كبير أمانة لبلدية الكويت، واليوم عنصر نجاح بتكاتف هذه الجهود لأكيد تطبيق الإشراطات الصحية في ظل أكيد الوضع الوبائي وتطوراته. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير والله يعطيكم العافية ومشكور على الإطلاع الحلو هذا. بالبداية احنا طالعين اليوم بجولة اعتيادية تفتيشية ضمن الجولات اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وفقا لقرار 128 على 2020، والتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمجمعات والأسواق المركزية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات من حيث الكمامات وقارئ الحرارة والتباعد بين الناس أو الزبائن، ونعمل فيها الإجراء هذا. عبد الله الفارس، يعني كونك يعني مشرف فريق جيم، لله الحمد نتحدث عن فرق للأمانة، فريق ألف، فريق باء، وصول لجيم، وأيضا إلى جانب ذلك لجنة متابعة تطبيق الإشراطات الصحية اللي تصدر دائما يمكن تقرير يومي بما يتم حصده وأكيد ورصده من خلال جولاتكم الميدانية. الإحصائية يمكن تتفاوت من خلال تسجيلكم لهذه الجولات؟ نعم، احنا فريق او احد الافرقه الميدانيه اللي احنا فريق الطوارئ، في عده افرقه وجميع الافرقه تطلع بعده جولات يوميه وترصد كذا احصائيه، وبنهايه اليوم نجمع احصائياتنا وندمجها كلها باحصائيه واحده وترتفع الى رئيس الفريق، وبناء عليه هو يرسل الاحصائيه الى الاداره المختصه وتحدد كافه الاحصائيات. أيضا لو تحدثنا الفارس الإجراءات المتبعة، شاهدنا يمكن تابعنا يتم التعهد أو يتم أيضا بالبداية التنبيه لهذا المحل، ومن ثم هناك إجراءات قد تصل إلى إغلاق يمكن المنشأة. نعم صحيح، بالبداية احنا طبعا ننبه من بداية الجائحة لغاية لفترة بسيطة، واحنا دائما نطلع بداية شغلنا التنبيه على المحلات بالالتزام
ومن بعدها نبدي بالتدرج في حال كرر المحل أو المنشأة نفسها نفس الأخطاء ونفس هني نبدي نرفع بالسقف نقول التنبيهات أو العقوبات اللي هي تصير بعدها انذار ننذر المحل بالالتزام. ومن ثم إذا لم يتجاوب وهو ما قل الأمانة لأن الأغلب يتجاوب ويانا والأغلب بنشوف فيه عنده وعي وعنده إدراك والجائحة على الجميع فالجميع بدأ يتفهم هذا الأمر ونشوف للأمانة الأغلب ملتزم والأغلب محافظ على نفسه وعلى الجميع. هذا الوعي للأمانة من قبل مرتادي هذه المحلات وأصحاب أيضا المحلات وأيضا المجمعات التجارية. اليوم من خلال جولاتكم الميدانية المكثفة تتواصلون العمل على هذه الوتيرة التوسع من خلال أكيد الإجراءات المتبعة؟ نعم بلا شك، احنا بالبداية احنا كلنا في ضمن الجائحة هذه وكلنا في ضمن الالتزام بتطبيق الاشتراطات للحفاظ على كل شيء، يعني الحفاظ على الناس والحفاظ على ممتلكاتهم. فاحنا نحاول ان نوصل الرسالة للجميع من خلالكم، طبعا انتم ما تقصرون بالاعلام ويانا اول باول من بداية الجائحة، فالحمد لله الكل وصلنا الى اللي احنا نبي نوصله، يعني وصلنا الى الهدف، وصلنا الى الالتزام، وصلنا الى نسبة كبيرة من الالتزام والوعي. وسلامتك، شاكر لكم ويعطيكم العافية وما قصرتوا. كل الشكر لك عبد الله الفارس مشرف النوبة جيم طوارئ بلدية مبارك الكبير، والشكر موصول للفرق الرقابية الميدانية لبلدية الكويت في كافة محافظات البلاد. جميل اليوم هذا الوعي من المواطن من المقيم من أصحاب المحلات والمجمعات التجارية، يعني تدرجنا من خلال بداية الجائحة وأيضا ذروة الجائحة وصلنا الآن إلى ارتفاع هذه الحالات، لكن لله الحمد جميع الإجراءات المتبعة أصبحت الآن في وعي كبير لدى أصحاب هذه المحلات وأيضا الجمعات التجارية بالحفاظ على تطبيق الاشتراطات الصحية لكي نعد إن شاء الله بإذن الله هذه الجائحة بسلام وبأمان، ومن خلال أكيد دائما اليوم التفاعل والوعي المجتمعي بتفاعل التطعيمات أكيد وأيضا الجرعة التعزيزية لتعطي أكثر أمانا واطمئنانا للمواطنين والمقيمين بإذن الله بالنسبة للمتحور أوميكرون ومستجداته في الوضع الوبائي. نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله، وأيضا نتمنى المحافظة على الشرطات الصحية من المواطنين المقيمين حتى بإذن الله تكون السلامة حاضرة للجميع في مختلف المجمعات التجارية. نعم الزملاء في استديو برنامج على هذا الصباح. يعطيك العافية على هذه الرسالة رائد، فعلا أكيد نشيد بهذه الكلمة، وجميل مثل ما تفضلت هذا الوعي وهذا التعاون وهذا الالتزام بهذه الاشتراطات من أجل مصلحة الجميع. شكرا لك جزيلا رائد الشمري.